ونستقبل رابع وآخر مشارك معنا اللي هو سيدات الباز، ومن غناه اللي قط قال: بالي من متن عليه حر الليعة ما ولالي، وافي ما ذالوا واصبر ما هو من شيمة بالي. لنسمعوا ونقربوا منه أكثر ونعرفوا حتى هو من هون، تعرفوا على شخصيته من خلال هذا الربورتاج اللي له نشوفه. تراث لما ما كان يرثي الغافي تميتني ذوالي حتى نقول شي من نظام الحسانية، وجبرت رقاج رحمة الله علينا وعليه وتي يتبارك معايا ياكي يقريني لقنا، وحال في وحال تمولي في قرايته في علامته توي الحمد لله. عدت نقول لقنا شفت سباق الغوافي برنامج معهود وطارح فكرة أساسية لا وهي علامة لقنا، وهون ما يالترقاج يدنا عنو شيخ غنا قدام الصد التلفزيون والله قدام اي رقاج يصومه. بالتالي انا ماني هنا دنا يني نقبل مرتبة اديب، وذيك ان شاء الله ونظرنا الحاجة سواء في سباق او في الله في مجال ثاني. يا العقل خلاك التحاش قوم عدل، يا العقل باش ما يتم التحاش تاش بيحزم ويبتط عليك، وتم حي بسمعك في قراش ولا يتم ابليس محاذيك، وتم خلي همك يحراش ولا يهمك شي ما يعنيك، ولا تتم الله في التخمام يا العقل الحزم مدهري قوم واصلح همك همم بيعاد صلاحه في ايديك يا العقل. تراث لما ما كان يرخي الغافي كلامك السابق ما تعد املى منه تخمامك، بيك اذا قلت ما تقدت لي تترد كلامك، يا عقل يعس ولا يرق فيك كلامك، ويتم حقه ولان كلامك شق شق في جماعه من مقامك، وعس على كلامك كيف مق عينك، وكز حزامك في كلامك تم ولا تدق عينك في اللوم الجامك، كلامك سابق ما تعد املى منه تخمامك، بكي لقلت ما تقدت لي تترد كلامك. شكرا.